بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام نرقي خمر من هذا ولفن بون بثبق طاعد كشك نم النعمة إحسان ما رده عيد كشر إن شاء الله. الإحسان هو ركن واحد. إحسان بركن واحد. لكن هذا تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أحسانا يقرد يعني إثل أوعدت لري يعني الله دن أميد مكبلك والله تعالى قرب دنيا أوعدت مكبلك الله تعالى بل خافيت لر محسوس دنا كم لر بي خمر لر والله تعالى إيل تلرنا. نعم، فإن لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن نخرج عن المرتبة الثانية، عبادة الخوف والهرب وتسمى عبادة المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. برنجسي نعم في خمر لرن أوعادة الشيارجان يعني قرب درون يال بلب درون يال أوعادة مقلق أو أول درجة بالمثل كنج درجة نعم الله تعالى مذ قرب دريان يعني الله تعالى مذ نعم نظرنا أثناء نظر ماذا قرب وأميدة وشانه هم يشى يعطل عبدالله مقلم الله تعالى قرب ترى نقلنا قرب وعادة مقلم. نعم، الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. شو الآية كتير نعم الصامن ركني إيمان علت ركني يا بول مثلا إحسان آية كتير يعني شو الآية لنا مثلا دلالتي دليل نعم جبريل عليه السلام حديثنا جبريل عليه السلام حديث دليل يعني حديثة عيد القيتلين ذات لرشنا همتي والله أعلم.